بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد النباتات التي درستها، وطبعا أخذتها من محافظة الأحساء. مثل ما تلاحظون شكلها عبارة عن، ترجع إلى النباتات الزهرية، وطبعا درستها تحت المجهر وشفت أنواع من الميكروبات والطفيليات التي تعيش فيها، شفت بكتيريا وفطريات وديدان مجهرية. وأنا أنصح الباحثين محبين دراسة النباتات بدراسة أمراض النباتات، ممكن تشوف أمراض التهابات بسبب البكتيريا أو الفيروسات التي يعني تعرض الأنسجة أو الجهاز المناعي النباتي. وأتمنى أنكم يعني محبين دراسة علم النبات ممكن يلقون نباتات مفيدة جدا، في سواء كانت يعني في وطننا العربي أو في برا المملكة العربية السعودية. يوجد مخلوقات كثيرة نادرة ممكن يعني نستفيد منها من الناحية الطبية، وممكن أيضا ندرس المخلوقات والميكروبات الموجودة داخلها ونعرف إيش موجود داخل هذه العينة. ممكن يكون في أمراض خطيرة جدا أو فيروسات خطيرة تنتقل إلى البشر. وطبعا هذا النوع من أنواع النباتات، النوع يعني من النباتات الزهرية، قد تعيش في يعني فصل الشتاء بنسبة كبيرة جدا، تنمو في هذا الفصل ولا تتحمل الحرارة المرتفعة بنسبة كبيرة جدا كونها يعني تعيش في فصل الشتاء، وقد تصل درجة الحرارة يعني تحملها لا يقل عن 20 فوق الصفر، وأيضا ممكن تتحمل 5 درجة حرارة، 4 صفر، وأيضا -3 ممكن تتحمل هذه النباتات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات الجديدة اللي موجودة في مختبري في الدروس القادمة.